موحى طارق علاء يلعبها ترجع له ما فيهاش حاجة تتلعب العرضية وادي راسية جول جول حسام حسن نزل فادي فريد خد انظار دفاع البنك الاهلي وحسام حسن يلعبها شومة في المرمى برأسية على شمال ابو جبل طارق علاء هي مباراة العرضيات يا ولد يا ولد على الكروس العرضي وتحرك رائع اتحرك رائع اللاعب حسام حسن يستناها محمد عبد الغني في حد يستنى هنا يا راجل في حد يستنى الكورة يا راجل محمد عبد الغني يستنى الكوره حسام حسن ما يستناهاش يقطع اول تذكره ويوصل لها الاول وبرأسيه يسجل هدف التعادل لصالح سموحه من غير هدايا المره دي نادي سموحه من غير هدايا طارق علاء يستلم ويلعب الكروس العرضي رائع كان ليه واحده مع سموحه ايضا ولحسام حسن في الشوط الاول لكن حسام كان سبق وشرحها لنا النجم محمد فضل بين الشوطين